بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 74. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نور على الدرب. نعرض ما وردنا من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ صالح الفوزان، فأهلا ومرحبا بكم يا فضيلة الشيخ. الرسالة الأولى وصلتنا من إسماعيل عبد الرحيم حسيني من جمهورية السودان، ويسأل ويقول: ما هي التعزية المشروعة، وهل يكفي رفع اليدين وقراءة الفاتحة عند التعزية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، التعزية المشروعة أنك إذا لقيت المصاب تدعو له وتدعو للميت، تقول: أحسن الله عزاءك، جبر الله مصيبتك، وغفر لميتك، وتدعو للميت بالرحمة والمغفرة. ومن ذلك أيضا إذا كان أهل الميت مشغولين بالمصيبة ولم يتفرغوا لعمل طعام يأكلونه، فيستحب للمسلم أن يعمل طعاما ويهديه لهم مواساة لهم وإعانة لهم وتخفيفا عنهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب واستشهاده رضي الله عنه، قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم جاءهم ما يشغلهم. أما قراءة الفاتحة لروح الميت، هذا لا أصل له في الشرع، ولم يرد به دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الوارد في الكتاب والسنة هو الدعاء للميت والاستغفار له، الصلاة عليه على جنازته، وكذلك التصدق عنه وغير ذلك من أنواع البر كالحج عنه والعمرة عنه. فهذه الأمور تصل إلى الميت بإذن الله إذا تقبلها الله، ووردت بها الأدلة: الدعاء للميت والاستغفار، الصدقة عنه، الحج والعمرة، هذه الأمور، وكذلك الأضحية، يضحى عن الميت. كل هذه الأمور ورد الشرع بأنها ينتفع بها الميت. أما قراءة الفاتحة، هذا لم يرد به دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هذا مما اعتاده الجهال، اعتادوا قراءة الفاتحة للبركة، وقراءتها للميت، وقراءتها لمناسبات يعرفونها بينهم، هذا كله لا دليل عليه. الفاتحة تقرأ فيما شرع قراءتها فيه، قراءتها في الصلاة، قراءتها مع تلاوة القرآن، أما أن تقرأ للأموات أو لأرواح الأموات فهذا لم يرد به دليل، أو تقرأ للتعزية، هذا لم يرد به دليل عن الشارع. نعم. أيضا في سؤاله الثاني يسأل الأخ إسماعيل ويقول: إنني أعمل في مصلحة البريد، ومواعيد عملي من الساعة 9 صباحا إلى 1 ظهرا، ومن 5:30 إلى 6:30، ولكنني لا أستطيع الحضور ساعة المساء، وذلك لبعد مكاني عن المكتب، ولي أعمال أخرى أزاولها في المساء، لذلك لا أحضر للمكتب في المساء، وعلى علم من المسؤول، ولا أعلم هل هو راض عني أم لا، فهل يصح ذلك مع أخذ أجري كاملا؟ أفيدونا أفادكم الله. من المعلوم أن الموظف والمستأجر لأداء عمل من الأعمال أنه يجب عليه أداء ذلك العمل بالوفاء والتمام، ولا يستحق الأجرة إلا بأداء العمل الذي استؤجر من أجله، وكذلك لا يستحق الراتب إلا بأداء عمل الوظيفة التي أنيطت به. فما ذكره السائل من أنه يتأخر عن أداء العمل ويفوت بعض الوقت في أشغاله الخاصة، هذا أمر لا يجوز له، وما يأخذه من المرتب في مقابل هذا الوقت الذي لم يعمل فيه لا يحل له، وهو كسب حرام، لأنه أخذه بغير حق. حتى وإن سامحه المسؤول المباشر أو المدير المباشر، ما دام النظام العام لا يسمح له بذلك، فإن ذلك لا يسوغ له التأخر عن العمل، لأن عمله في هذه
في هذه الفترة قد استحق واستغرق للوظيفة، ألا يجوز له أن يتأخر من غير عذر شرعي يبيح له ذلك؟ والسائل ذكر أنه يكون مشغولا ببعض أعماله الخاصة وأنه يفوت بعض الوقت فيها، فهذا أمر لا يجوز، ومن أنيط به عمل وجب عليه أن يفرغ نفسه له وأن يوديه على الوجه الأكمل حتى يكون كسبه حلالا ويكون ما يأخذه من الأجر أو من الراتب يكون أخذه باستحقاق وبإباحة من الشارع. نعم، جزاكم الله خير. أيضا في سؤاله الثالث يقول: لي خال وهو جاري ومصاب في أرجله ولا يستطيع العمل إلا في بعض الأعمال الخفيفة، وله أطفال ومحتاج إلى مساعدة، ولكنه لا يداوم على الصلاة ومعتقد بالطرق الصوفية وبمشائخها ويقيم شعائرها، فهل تصح مساعدتنا له؟ أفيدونا أفادكم الله. يجب مناصحة هذا الرجل الذي يتبع الطرق الصوفية ويشارك في إقامتها، يجب مناصحته وأن يبين له أن هذه الطرق طرق مبتدعة وربما تكون طرق شركية، لأن الصوفية عندهم شركيات من الاعتقاد بالمشايخ وأصحاب الطرق أنهم ينفعون أو يضرون أو أنهم يعلمون شيئا من الغيب من المغيبات أو ما أشبه ذلك، هذا يعتبر من الشرك، وهذا كثير في الطرق الصوفية اليوم، الاعتقاد بالمشايخ وبأصحاب الطرق أنهم يشفون المرضى أو يكشفون الكروبات أو أنهم يعلمون الغيب أو ما أشبه ذلك. فالواجب عليكم أن تناصحوا هذا وأن تبينوا له ما في هذه الطرق من ضلال، وأن الطريقة المشروعة هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما كان عليه السلف الصالح من العلم والعمل، وأن يترك هذه الطرق الصوفية ويكون على الطريقة الشرعية إذا كان يريد النجاة لنفسه والسلامة لدينه وعقيدته. فإذا لم ينتصح ولم يتب ولم يترك هذه الطرق الصوفية فعليكم أن تهجروه إذا كان في هجره ردع له وزجر له، أما إذا كان له عائلة محتاجة وهي بحاجة إلى المساعدة فلا مانع من إعطائهم شيء من التبرعات والصدقات لحاجتهم وفقرهم وعوزهم، لكن ما ذكرتم من حالة هذا الرجل لا يجوز السكوت عليها وتركه على هذه الحالة، لأنه ربما يكون مستمرا عليها عن جهل ولو بين له لتركها، أسيما وأنه رجل مريض ومقعد. فإذا ذكرتموه بذلك وأن هذه الطرق لا خير فيها، لعل الله أن يهديه بسببكم وينقذه بسببكم ويكون في ذلك أجر لكم وله إن شاء الله. نعم، إن شاء الله. السؤال الأخير من السائل إسماعيل عبد الرحيم من السودان يقول: عندنا هنا في بلدتنا بالسودان إذا مات أحد يقام له المأتم والفراش عليه لمدة تزيد عن 3 أيام بما فيها من الخسائر من ذبائح وأكل وشراب من بيت أهل الميت، هل يصح الفراش على الميت؟ وكيف تكون تعزيتهم في فقيدهم إذا علمت أنهم يفرشون في بيت الميت؟ وهل يجوز أن يأتي الجيران بأكلهم وشرابهم لأهل الميت مشاركة لهم في المصيبة؟ هذه المآتم التي تقام ما يسمونها بالعزاء ونصب السرادقات وجمع الناس فيها واستئجار المقرئين وصنعة الطعام والأشربة وغير ذلك، كل هذا من البدع المحدثة ومن الآثار والأغلال التي ما أنزل الله بها من سلطان، لا سيما إذا كانت هذه المآتم تقام من تركة الميت، والميت ربما يكون عليه ديون وربما يكون له ورثة صغار وقصار بحاجة إلى المال، فإن الأمر أشد، يكون أشد إثما وأعظم ضررا، فإنه مع كونه بدعة ومنكرا هو كذلك ظلم لأصحاب الحقوق، لأن التركة انتقلت بموت الميت انتقلت إلى الورثة، وإذا كان عليه ديون فهي للغرماء، فالأخذ منها لهذه المآتم المبتدعة هذا يجتمع فيه أمران: أولا أنه منكر، وثانيا أنه ظلم لأصحاب هذه الحقوق، وأمر ثالث من المحاذير هو أن إقامة هذه المآتم فيه شيء من الجزع والتسخط على المصيبة، لأن إقامة هذه المآتم هذه المدة الطويلة
وجمع الناس فيها، هذا معناه أنه جزع على الميت، والواجب على المسلم الصبر على المصيبة وعدم إظهار شيء من الجزع وعدم إظهار شيء من التأثر، بل يرضى بقضاء الله وقدره ويصبر ويحتسب، هذا الذي يجب على المسلم. أما إذا أقام هذه السرادقات وهذه المآتم فهذا يعطي أنه لم يصبر وأنه في حالة جزع، يحتاج إلى من يأتي ويجلس عنده ويمضي الوقت للتسلية. فالذي نوصي به وننصح به المسلمين أن يبتعدوا عن مثل هذه الأمور وهذه العادات السيئة وهذه البدع المنكرة وهذه المآتم التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي هي مشغلة للوقت ومضيعة للمال ومجلبة للمنكرات، ولا خير فيها في حالة من الأحوال، لا للأحياء ولا للأموات. فالأحياء تعطل عليهم وقتهم وتستنفد أموالهم وتشغلهم بالبدع، والأموات لا فائدة لهم من هذه المآتم وهذه حفلات العزاء. أما العزاء المشروع فهو الدعاء للميت بدون إقامته مأتم، يدعى له، كل مسلم يدعو لأخيه الميت بدون أنه يحصل اجتماع ويحصل، يدعو له بمفرده وبأي مكان يدعو للميت، عند قبره أو في بيته أو في أي مكان، وإذا تقبل الله الدعاء يصل إلى الميت بدون عناء وبدون كلفة. وأما صنعة الطعام لأهل الميت وإعطائه لهم ليستعينوا به في حالة انشغالهم عن صنع الطعام في بيتهم فهذا شيء طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يصنع طعاما ويهدى لأهل الميت، إذا كان هذا مقتصرا على أهل الميت فقط، على بيت الميت. أما أن يهدى طعام للحفل هذا أو للسرادقات فهذا لا يجوز، لأنه تشجيع على إقامة المآتم، تشجيع على مثل هذه الأمور، فلا يجوز أن يساعد وأن يدفع مال أو طعام لهذه المآتم، إنما يعمل طعام خاص بأهل الميت فقط، لا للمجتمعين الذين يجتمعون في هذه المآتم، لأن هذا فيه مساعدة لهم على إحياء البدع. نعم، شكر الله لكم. هذا سؤال من المستمع ميم ألف ميم، سودان الجنسية، مقيم بخميس مشيط، يقول في رسالته: إنني شاهدت بعض المصلين في صلاة الجماعة بعد انتهائهم من الصلاة يدعون الله دعاء جماعي بعد كل صلاة، هل يجوز ذلك؟ أفتونا مأجورين. الدعاء بعد الصلاة لا بأس به، لكن كل مسلم يدعو بمفرده، يدعو لنفسه ولإخوانه المسلمين، ويدعو بمصالح دينه ودنياه، يدعو مفردا، لا يكون الدعاء جماعيا. أما الدعاء الجماعي بعد الصلاة فهو بدعة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته ولا عن القرون المفضلة أنهم كانوا يدعون دعاء جماعيا بأن يرفع الإمام يديه ثم يرفعون أيديهم ويدعو وهم يدعون معه، هذا من البدع. أما أن يدعو كل شخص بمفرده بدون رفع صوت ولا تشويش فهذا لا بأس به، سواء كان بعد الفريضة أو بعد النافلة. نعم، شكر الله لكم. سؤاله الثاني يقول: لقد تقدمت بالخطوبة لبنت خالي والحمد لله، وتمت الخطوبة وحصل على زمن الخطوبة 1 سنة و3 أشهر، وحتى الآن لم يتم عقد نكاحي لها وهي في انتظاري، وأنا حتى الآن لم أتمكن من الحصول على المبلغ الذي يقيم الزواج، هل يكون علي إثم في هذا التأخير؟ وإن كان علي إثم أفيدوني ماذا أفعل؟ لا إثم عليك في هذا التأخير ما دام أنه بسبب إعسارك وانشغالك بجمع التكاليف، تكاليف الزواج، فلا إثم عليك إن شاء الله في هذا لأنه بسبب العذر، لكن ينبغي لك أن تستسمح منهم وأن تخبرهم بالواقع، وأنك بحاجة إلى وقت لجمع مثلا ما يلزمك من المؤن، فإذا أخبرتهم بذلك وسمحوا لك فلا بأس بذلك ولا حرج عليك. والذي نوصي به أن لا يكلف الزوج من مؤن الزواج ما لا يستطيعه، بل ينبغي تيسير الزواج، تيسير المهر والتخفيف من كلف الزواج مهما أمكن، فإن ذلك. شكر الله لكم. هذه رسالة من المستمع فريد أحمد السقاف من المملكة العربية السعودية،
يقول في رسالته: متى يباح التيمم وما حكم التيمم والرجل قريب من الماء؟ التيمم يباح في حالتين. نعم. الحالة الأولى إذا كان عادما للماء، إذا كان عادما للماء أو كان معه ماء لا يكفي لحاجته ولطهارته، إذا كان معه ماء لا يكفي لحاجته من الشرب والطبخ والغسل وغير ذلك، حاجته الضرورية، فهذا يعتبر كالعادم للماء. والحالة الثانية في حالة المرض، إذا كان مريضا لا يستطيع استعمال الماء للطهارة أو استعمال الماء يسبب له زيادة المرض أو يسبب له مرضا آخر، ففي هاتين الحالتين، حالة عدم الماء أو حالة العجز عن استعمال الماء للمرض، يباح له التيمم. قال الله سبحانه وتعالى: ويا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. فدلت الآيتان الكريمتان على أن من لم يجد الماء أو وجده ولم يستطع استعماله لمرض أو لحاجة إلى الماء لا يتسع الماء لحاجته والطهارة، فإنه يباح له التيمم بالتراب ويكون التراب بدلا عن طهارة الماء، وهذا من تيسير الله على هذه الأمة. نعم. شكر الله لكم. سؤاله الثاني يقول: إنني أشاهد بعض المصلين في المسجد يصلون والأيدي ليست في موضعها الصحيح بل مرخاة إلى الأسفل، ما الحكم في هذا؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير. وضع اليدين في حال القيام في الصلاة، السنة أن يقبض يده اليسرى، يقبض كفه اليسرى بيده اليمنى ويضعهما على صدره، هذا هو السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأفضل، ولو أرسل يديه ولم يقبضهما فلا بأس بذلك، لأنه يكون تاركا لسنة ولم يكن تاركا لواجب. فإرسال اليدين وقبضهما في الصلاة كلاهما جائز، ولكن قبضهما ووضعهما على الصدر هذا أفضل وأكمل لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سؤاله الأخير يقول فيه: ما حكم الدعاء في صلاة الفجر في الركعة الأخيرة الذي يدعو فيها الإمام؟ هذا هو القنوت في صلاة الفجر. نعم. وجمهور أهل العلم على أن القنوت في صلاة الفجر غير مشروع، إلا في حالة إذا نزل بالمسلمين نازلة، إذا نزل بالمسلمين نازلة فإن الإمام يقنت في كل صلاة، في صلاة الفجر وغيرها، فيدعو الله برفع تلك النازلة عن المسلمين، إما مداهمة عدو أو أي نازلة من النوازل التي تصيب المسلمين، فإن القنوت في الصلوات مشروع، أما في غير النوازل فإن القنوت في الفرائض غير مشروع، بل يعتبره بعض العلماء بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ثبت عنه أنه كان يقنت في النوازل، كما قنت ودعا للمستضعفين بمكة، وكما دعا على الذين قتلوا قراء الصحابة في بئر معونة وفي غيرها، فدعا عليهم شهرا عليه الصلاة والسلام حينما يرفع رأسه من الركوع ركعة الأخيرة. فدل هذا على أن القنوت خاص بالنوازل. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن القنوت مشروع في صلاة الفجر دائما، ولكن الجمهور على خلافه. والحديث الذي تمسك به الإمام الشافعي وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنت حتى فارق الدنيا، هذا حديث في سنده مقال لا يصلح للاستدلال، والأحاديث الصحيحة على خلافه، فإن الأحاديث الصحيحة تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يداوم على القنوت في الفرائض، وإنما فعله في وقت النوازل فقط. وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده لم يكونوا يفعلونه، فدل على أنه ليس بمشروع. ولما سئل بعض الصحابة عنه قال محدث،
يعني أنه أمر حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا، فهذا يدل على أن القنوت في صلاة الفجر غير مشروع، وإن قال به من قال من أهل العلم. نعم، شكر الله لكم أيها الإخوة. إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم، نشكركم لحسن المتابعة. أجاب على استفساراتكم ورسائلكم فضيلة الشيخ صالح الفوزان. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.